السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة استثنائية من برنامجكم مع الكاشف، حلقة خاصة عن الكرة والأهلي والزمالك. أنا ما بتابعش كورة، أنا مش من هواية متابعة الكورة، بحب أتفرج على الكورة الإنجليزي، ممكن ما أعرفش الفرق، ممكن ما أعرفش القوانين، ممكن ما أعرفش الدنيا إيه، بس بحب أتفرج على كورة كورة، مش بتفرج على لاعب، بحب أتفرج على كورة حلوة، لعبة حلوة، مش على لاعب ولا انتمائي للاعب، انتمائي للنادي اللي أنا بلعب فيه وانتمائي للكورة الجميلة اللي أنا بحبها. يعني لما لاعب يعمل حاجة كويسة في قلب الملعب أنا بفتخر بيها كحاجة هو عملها لأخلاقه، ولما واحد يعمل حاجة مش كويسة في قلب الملعب أنا بشمئز منه ومن أخلاقه، أنا بشمئز منه ومن أخلاقه. أنا ما بحبش أشجع الكورة علشان خاطر التعصب اللي موجود فيها، ألاقي واحد أهلاوي قاعد مع واحد زملكاوي وعمالين ده يقول له إحنا خدنا إيه وده يقول له إحنا ما خدناش وده خدنا إيه وده ما خدناش، وطول اليوم إحنا خدنا إيه وما خدناش إيه، وتبص في قلب الجماهير، تبص على الجماهير وتبص على اللعيبة. أنا ما بشوفش المستوى الأوروبي من الأخلاق اللي موجود في قلب كرة القدم زي الماتشات اللي بنشوفها لمعظم الفرق الإنجليزية، ولا بشوف الجماهير اللي قاعدة محترمة عندنا. يبقى أنا بالنسبة لي كراجل ما بتابعش كورة، ما بتابعش كورة عشان دي مش كورة بالنسبة لي، أنا مش كورة، مش هي الكورة اللي أنا بشوفها في الأندية العالمية والجماهير الأجنبية. الجماهير الأجنبية اللي إحنا مش قادرين أصلاً نوصل للمستوى حتى بتاع الثقافة بتاعهم والأخلاق بتاعهم. أنا عارف إن الكلام بتاعي هيزعل وهيخلي ناس كتيرة تزعل، بس كلمة الحق دايما بتزعل. أنا لو راجل قاعد بتفرج على مباراة الأهلي والزمالك السوبر واللي حصل بره في الدولة الأجنبية اللي بره وقد إيه إحنا شوهنا الصورة بتاعت مصر كلعيبة قبل جمهور، كلعيبة الأول، لأن اللاعب لازم يكون فاهم هو بيمثل مين في المباراة، مش بيمثل نفسه ولا بيمثل أخلاقه. يعني لو أخلاقه فاسدة مضطر ان هو يخلي اخلاقه كويسه علشان هو بيمثل دوله، بيمثل دوله، الجمهور بيمثل نفسه، الجمهور مهما بلغ عدد الجمهور بيمثل نفسه ما بيمثلش الدوله، اللي بيمثل الدوله اللاعب اللي بيلعب. ده من وجهه نظري، تحت ان دايما الكاميرا مركزه عليه مفرد، انما الجماهير ما تقدرش تدينها كلها مره واحده، تقدر تدين فرد هو حامل لرايه الدوله جوه دولته بره دولته. أنا مش فاهم هي يعني إيه الأخلاق اللي موجودة في المباراة لما أكون قاعد في المباراة بتفرج عليها أنا وزوجتي وأولادي، وفجأة ألاقي لاعب بيعمل حركة سخيفة قدام الكاميرا أو أشوفها على السوشيال ميديا. شيلها لو سمحت، شيلها لو سمحت الصورة، شيلها هي كمان، ما ينفعش إن إحنا نعرضها للناس، لأن إحنا بنقول عليها صورة سخيفة والناس عارفاها إنها صورة سخيفة. قد ايه الانسان ده مش واجب ان احنا نحترمه نهائي على مستوى الدوله، قد ايه الانسان ده حتى مهما كان الجمهور بيعمل، ومش مهم هو انتمائه ايه. انا لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اعرف حاجه في الكوره، بس اللي حصل في المباراه ديت اقسم بالله العلي العظيم انا لو املك القرار ازيل اتحاد الكوره بالكامل، مش هدي اتحاد الكوره يشيل اللي قدامه، لا، اتحاد الكوره بالكامل لازم يتغير. اتحاد الكوره بالكامل، قولوا لي بقى حضراتكم ايه المشهد اللي حضراتكم شايفينه؟ فين الكوره؟ وفين الروح الرياضيه؟ وفين الرياضه؟ وفين اخلاق الرياضه؟ وايه اللي احنا بنسوقه للبلد ده؟ بنسوق للبلد ان احنا ناس بلطجيه؟ ان احنا ناس معتدين؟ هم كمان بتوع الكوره وصل ليهم اخلاق المهرجانات؟ هما بتوع الكورة دلوقتي وصل ليهم أخلاق المهرجانات؟ يعني اتحاد الكورة يجب إن هو يتحاسب حساب عسير، الدولة لازم تحاسبه حساب عسير، اتحاد الكورة لازم يتحاسب حساب عسير في الموضوع بتاع الأهلي والزمالك. أنا بشوف الناس في الشارع بكرة لو في مباراة للزمالك والأهلي بكرة بحس إن في حرب أو حاجة هتحصل بين الناس، وبيقعدوا في القهاوي والكافيهات بالذات في ماتشات الأهلي والزمالك بيتخانقوا وبيسبوا وبيلعنوا. طب ما بلاه، ما
بلاش 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 مباراة الأهلي والزمالك إذا كنا إحنا عايزين، ولا إحنا عايزين الناس تتقاتل وتبقى، ما دام إحنا مش قادرين نفهمهم يعني إيه ثقافة الكورة وثقافة الأخلاق. أنا بوجه كلمة للناس اللي هي الأهلاوية والزملكاوية، أنا مش فاهم يعني إمتى حضرتك رحت رقدت في المستشفى ولقيت لعيب كورة راح اتبرع للمستشفى دي بمليون جنيه ولا باتنين مليون جنيه ومستشفيات الحكومة بالذات. إمتى هو قال لك تعالى أنا هعالجك على حسابي؟ لعيب الكرة اللي بيلعب ده نزل على مستشفى من المستشفيات بتاعت البلاد اللي تعبانه والكرة اللي تعبانه والمراكز اللي تعبانه، سأل مدير المستشفى انت محتاج ايه للمستشفى بتاعتك مليون ولا اتنين؟ لعيب الكرة بيقدم لك ايه في المجتمع؟ انت بتقدم له كل حاجه، بتقدم له النجوميه وبتقدم له يعني بتقدم له بص يعني بساط الريح انت بتقدمه له تحتيه وبتشيله فوق كفوف الراحه، وبيبقى الراجل صاحب ملايين بسببك انت الجمهور. هو بيقدم لك ايه غير الصوره اللي حضرتك شفتها من شويه؟ ايه هو اللي بيقدمه لك؟ ايه اللي بيقدمه لك لعيب الكوره غير الصوره اللي احنا خدناها منه من شويه؟ سالني بقى انت عملت ايه في الدوله او انت ساعدت الناس الغلبانه او ساعدت الناس، ما هو علشان انت جمهورك من الناس اللي تعبانه والناس الوسط والناس العاليه برضو كان واجب عليك انك انت تهتم بالناس التعبانه، الناس اللي بتحبك، ناس بتحبك انت كلاعب كوره وانت ما بتحبهمش. ما بتحبهمش علشان خاطر بتحب المال اللي جاي من وراهم اكتر منهم وتسيب اخلاقك ليهم. ايه هي كوره ايه اللي هتسيب اخلاقك؟ امتى حضرتك شفت حد لاعب اجنبي او عربي محترف بره جاب هدف او كسب مباراه وراح يحتفل بالطريقه اللي حضرتك احتفلت بيها؟ محمد صلاح انا بعتبره مش علشان ابن بلدي بس، لا يعني انا بعتبره احيانا بيعمل كور وبيجيب اهداف، يعني انا بشوف من وجهه نظر ان ممكن يعني لو اتحللت مستحيل ان هي تتكرر تاني، وممكن برضه هو ما يقدرش يكررها تاني، حاجات فذه ومكاسب رهيبه ومع ذلك، وميسي ومع ذلك ما راحوش للكاميرا وللجمهور مهما اساء الجمهور ان هو يعمل الحركه السخيفه دي اللي انا شايف من وجهه نظري ان المفروض انه يتحاسب عليها، لان في اساءه جامده قوي للناس. ازاي ان حضرتك تعمل حاجه زي كده؟ مين اللي قالك في نادي بتاعك ان الحركه اللي حضرتك عملتها ده او الوضع اللي حضرتك عملته ده مسموح انك انت تعمله، او غيرك او حد من فريق تاني؟ ومفيش حاجه اسمها اصل ده اللي عمل الاول وده اللي عمل التاني الاول والتاني غلطانين. احنا ما بنسوقش كده للدوله، احنا ما بنسوقش للدولة حاجة، احنا بنسوق للدولة صورة سيئة جدا. معانا تليفون استاذ محمد من القاهرة. الو الو استاذ حسين، ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ طبعا اللي حصل في الامارات في مباراة السوبر من الاهلي والزمالك نقل صورة سيئة خالص عن الشعب المصري والكرة المصرية، واللي حصل من طبعا مش عايز اتحيز على حد بس من الطرفين من ايا كان لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك، ما حصل هو صوره سيئه للكره المصريه بشكل عام. للكره ولا للدوله؟ للدوله وللكره المصريه قبل الدوله حضرتك، لان ده سوبر مصري حضرتك الامارات بتنقله وبتاخد حقوق بس ونشر، وطبعا اتعمل قبلها 3 ايام تحليل واستديوهات. طبعا ده انا شايف ان حضرتك متفق في الكلام، حضرتك متفق في الكلام بتاعي؟ متفق تماما يا باشا. وحضرتك منين؟ عايز اقول معلش يعني لحضرتك ان شيكابالا بدايه الموضوع بتاعته ان الحركه اللي عملها بص مش ما ينفعش لها اي مبرر. حضرتك منين؟ انا من القاهره. تحياتي لكل اهل القاهره، وجهه نظرك وصلت، ولو ان احنا عايزين نكمل معاك علشان وقت البرنامج سامحنا علشان ناخد الاستاذ احمد عبد الحليم من اسكندريه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ احمد، اتفضل. ازيك يا استاذي؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. دلوقتي حضرتك يعني انا كنت عايز اعرف يعني هنفضل كده لحد امتى؟ نفضل الاهلي مضطهدينه باللعيبه بتاعته بالاداره بكل الناس اللي بتحب الكيان؟ يعني انا مش شايف لحد دلوقتي ان في حد بيقف مع الاهلي. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا طبعا انا اهلاوي بحكم ان انا. طب ثانيه واحده، طب ثانيه واحده، مش عاجبني الوضع، الوضع كده مش كله الوضع كله الوضع
كله طبعا، المنظومه كامله، المنظومه كامله باتحاد الكوره اللي انا شايفه بصراحه فاشل 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 يعني بجد بجد، يعني حاجه مؤسفه للغايه. مسولين سمعتنا بره، والناس بره بتعاملنا احنا كمصريين المفروض نبقى ناس يعني. طب سؤال اخير، احنا عندنا كوره في مصر؟ والله دلوقتي مفيش كوره خالص. شكرا استاذ احمد، وضعت وجهه نظرك. معانا الاستاذ معتدي من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معتدي من رشيد. من رشيد. ايوه. تحياتي. حضرتك دلوقتي نجنب، تحياتي لحضرتك الاول وفريق العمل وكل القناه. شكرا. نجنب نفسنا من الاهلاويه والزملكاويه ونتكلم كمصريين. هل دي اداره ينفع انها تدير بالطريقه ديت، وان المخطئ ما يتعاقبش كويس، وان الاساءه لمصر ولشعب مصر والجمهور الرياضه وجمهور الكوره يبقى اللي احنا شايفينه ده؟ هل دي لجنه تدير؟ هل ده يرضي حد؟ هل ده ما يسقش لسمعتنا كلنا احنا كمواطنين؟ ده ما يسقش لسمعتنا لما نشوف المناظر القذره زي الـ نايس ايه، نايس ايه عشان تعلم الناس ايه؟ انت بتعلم الشباب ايه اللي قاعد في مدرج؟ انا كنت بروح الملعب يا كابتن وبشوف الناس، الجمهور غالبيته شباب صغير، انا بعلمه ايه؟ متفق معانا؟ متفق معانا يا استاذ معتدي؟ انا متفق مع حضرتك جدا. انا اسف ان انا قاطعتك، معانا اتصالات كتير علشان وقت البرنامج، والله انا اسف. معانا الاستاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، ازيك يا استاذ؟ من القاهره مظبوط؟ من القاهره يا استاذ. اتفضل يا استاذ محمد. والله يا ريس انا يعني انا رايي فوق دماغي، وبس هقول لحضرتك على حاجه برضه عشان ما نبقاش كدابين على بعض. هي مصر كلها ما فيهاش كوره. جدع. مصر كلها بلا استثناء ما فيهاش كوره، كله بيقول نفسي، كله عايز فلوس. انت عملت ايه في البلد؟ مظبوط. ما عملتش حاجه في البلد، اللعيبه كلها بتقبض فلوس، على ان اللعيبه كلها على عيننا وعلى على راسنا. انت بتقبض فلوس، عملت ايه لينا؟ ما عملتش حاجه لينا، واحنا الاهلي كسب، الزمالك كسب، مش عارف ايه، واخد بال حضرتك؟ حضرتك متفق معانا على راينا في الحاله؟ انا مع حضرتك في طب سامحني على انقطاع المكالمه علشان وقت البرنامج، واعدك في مره ثانيه تطول معانا. معانا الاستاذ محمد من البحر الاحمر. استاذ رمضان من البحر الاحمر. اي السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ومعلش وحضرتك، معلش وحضرتك، المنظومه كلها غلط. اتفضل يا باشا. منظومه الكوره بالكامل؟ بالكامل غلط. كلها غلط. حضرتك بقى اسالك سؤال مختلف. اتفضل. شايف كمان ان اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي هي المستوى المطلوب، ولا في مستوى عالي قوي محدش شايفه؟ لا لا، هو حضرتك دلوقتي مفيش لعيبه اصلا. مفيش لعيبه. اللعيبه كلها بتجري. طيب. على الماده. متفق معانا في راي البرنامج؟ متفق مع حضرتك. شكرا استاذ رمضان من البحر الاحمر، تحياتنا لكل اهل البحر الاحمر والقاهره ورشيد. معانا مكالمه ثانيه. أعزائي المشاهدين، سمعنا آراء الجمهور، ودي كانت اتصالات حقيقية طيب أستاذ مليجي منين؟ منوفية، تشرفنا، اتفضل. مليجي حنكو من منوفية. مليدي مليجي حنكو، تشرفنا. الله يخليك. تشرفنا أستاذ مليجي حنكو من المنوفية، تشرفنا. أيوه، أنا بتفق مع حضرتك. اتفضل. بتفق مع حضرتك تماما، وبقول لو اتحاد الكورة عنده ذرة كرامة يقدم استقالته فورا. جدع. لأن اللي احنا شفناه كله من اللاعب شيكابالا ده ياخد عليه. متفق معانا في الحلقة؟ جدا. أستاذ محمد من هنا اتفضل. بعد إذنك يا أستاذ حنكو بقى، معلش وقت المكالمة. البرنامج. اتفضل. أنا متفق معاه. مين معايا؟ محمد. منين؟ من هنا. من هنا، تشرفنا. تحياتنا لكل أهل هنا. رأيك إيه؟ هو فعلا اتحاد الكرة مش عارف يدير الكرة، وفعلا كانت احداث فعلا يعني بصراحة كانت زعلتنا جدا يعني بصراحة، كانت مباراة
فعلا خلتنا الشعب كله زعل من الاحداث اللي حصلت في بلد زي كده. يعني يعني حضرتك لو زملكاوي او اهلاوي مبسوط ان احنا نتخانق مع بعض ونعمل مشاكل مع بعض ونظهر بالصوره دي؟ لا فعلا يا فندم، انا ما انا بقول لك الاحداث فعلا زعلتنا كلنا من. طب بقول لحضرتك ايه، لو حضرتك زملكاوي ولاعب من الاهلي عمل الحركه اللي عملها اللاعب بتاع الزمالك، مش كنت هتزعل برضه؟ فعلا يا فندم. هل ده منظر ينفع يطلع يعني للمجتمع بتاعنا برجاله ونسائه؟ لا يا فندم، وكان المفروض اتحاد الكوره يعمل عليه عقوبه كبيره جدا. اتحاد الكوره يعمل عليها عقوبه كبيره جدا كمان. طب انت مش شايف ان اتحاد الكوره نفسه هو اللي عايز يتعاقب؟ فعلا يا فندم صح، هو اساسا اللجنه الخماسيه دي مش عارفه تدير الكوره من اول. متفق معانا في الحلقه؟ نعم يا فندم متفق. شكرا استاذ محمد من قنا. اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شايفين كل الاراء على مستوى الجمهوريه بتجمع ان كل اللي حصل. معانا مكالمه من الاستاذ محمد رمضان المنتج الفني ورئيس جو ميديا صحه وجمال. اتفضل يا استاذ محمد. الكاشف حبيبي اتفضل. يا مساء الفل عليك. مساء الفل يا باشا. عامل ايه يا صحتين حبيبي يا استاذ محمد؟ اتفضل. انت ايه الاخبار؟ تمام والله يا باشا. يا رب دايما. بص انا ليا رايي في موضوع الاحداث اللي حصلت في مباراه السوبر، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. ممكن تكون تعجب ناس ما تعجبش ناس، ناس هتشوفها بموضوعيه، ناس هتشوفها بتعصب، لكن انا ليا راي تاني خالص. هو مين المستفيد من التوتر اللي حصل ما بين الفرقتين وبين الجمهورين؟ استاذ محمد حضرتك بتتفق معانا في الاراء في راي البرنامج؟ اكيد طبعا اكيد. طب يا استاذ محمد انا بصراحه القناه كلها ملكك بس معانا اتصالات كتير، وشكرا يا استاذ محمد. معانا مين؟ ماجده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. منين يا استاذه؟ من اسكندريه. احسن ناس، تشرفنا. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. انا بصراحه مش عاجبني وضع الكره كلها في مصر. تمام. تاني حاجه، احنا دلوقتي بنتفرج واحنا قاعدين في بيوتنا، لما اولادنا واحفادنا وبناتنا يشوفوا القذر في كبالة يعمل حاجه زي كده، فالمفروض دوت يعني مش يتعاقب، ده المفروض يتشطب، لان بنات في مدارس وشباب، ودي بتبقى اللعيب قدوه ان كان للبنت ولا ان كان للولد. حضرتك عايزه شيكابالا ولا اداره ولا اداره الكوره؟ اداره الكوره ولا الزمالك بس؟ اللي عامل فتنه ما بين الانديه كلها، مش نادي الاهلي وفقط لا غير. طيب حضرتك متفق معانا على ان مفيش كوره في مصر؟ طبعا طبعا يا استاذ، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. شكرا شكرا استاذه ماجده من اسكندريه. معانا حد؟ معانا محمود منين؟ من الاقصر. اهلا وسهلا. الاقصر يا فندم. اتفضل يا باشا. انا عايز هو اتحاد الكوره، بقول لك اتحاد الكوره ماشي كله غلط يا فندم. يعني حضرتك متفق معانا ان مفيش كوره في مصر؟ اكيد انا متفق معاك، المفروض يتعاقب. تحياتي لكل اهل الاقصر كلهم جميعا. محمد منين؟ محمد من القاهره. ايوه. اتفضل يا باشا. الله يخليك. ايوه معاك. اتفضل يا استاذ محمد. ازيد فضلك يا استاذ. اتفضل قول رايك. والله انا رايي ان الكل يعني الكل في الكل لازم نتحاسب. يعني رايك معانا ان مفيش كوره في مصر؟ الكوره حضرتك يعني اقول لك ايه، سداح مداح. سداح مداح. شكرا استاذ محمد من القاهره. احمد من الجيزه اتفضل. ايوه يا باشا. اتفضل يا استاذ احمد. معاك يا باشا، معاك. اتفضل يا فندم، ايه رايك في الكوره في مصر؟ مفيش كوره في مصر، ومفيش اتحاد كوره في مصر. في اخلاق كوره؟ ولا في اخلاق كوره، ولا في رؤساء انديه. متفق معانا؟ متفق معاك. وصلت الرساله يا استاذ احمد. اعزائي المشاهدين، هي دي الرساله الخاصه والحلقه الخاصه اللي كنت طالع اقول لحضراتكم عليها، ان مفيش كورة لحد دلوقتي مميزة، كورة مصرية مميزة. شكرا أعزائي المشاهدين، ونلتقي يوم الجمعة القادمة الساعة 11:30 مساء إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.